نطلب من سيد حسين المدن الالتحاق معنا، ثم كذلك ادريس الزواوي، هشام، كذلك رضا المنصوري وعبد خالق بوشي. هذا بالنسبة لأعضاء لجنة المنظمة لهذا الدور. في انتظار توزيع الجوائز نذكر معكم عمر سلمون، منظم ديال الدوري قدماء بيرشيفا في نسخته الاولى، وكنتمنى ان هذه النسخه تزيد تستمر ان شاء الله الى الاعوام المقبله. كفكره يعني جات تراودتنا، ماشي كفكره يعني جات صدفه ولا شي حاجه، صراحه فكره كانت يعني قديمه بزاف، لكن جات واحد الفتره ديال ان واحد الاخ يعني الحميتي معروف رياضيا انا بالمنطقه، جاء يعني طرح في عليا الفكره، فبالتالي قبلت الفكره وتقبلتها كفكره، وصافي يعني بدينا في الخوطه ديال الدوري. هذه هي البدايه صراحه، بدينا كنبقشوا على كيفاش اننا نشوفوا يعني الطريقه اللي غنعملوا بها الدوري، منين غنجيبوا الدعم، كيفاش غنكملوا هذا الدوري حتى الفينال، فبالتالي هذه هي صراحه هذه هي البدايه، ماشي البدايه يعني البدايه الفكره كفكره، جات فكره يعني داغيه جات وداغيه تكونات وداغيه خرجت للوجود. صراحه الحفل الاختتامي داز احسن من اللي كنا كنتوقعوا، الحضور ديال الدراري ديال حلب الشيفا كان حضور مشرف، وحضروا بزاف ديال الشخصيات ديال المنطقه، بزاف ديال الشخصيات اللي حضروا، شخصيات سياسيه، شخصيات جمعويه، شخصيات اللي معروفه في الحومه ديالنا، وكنشكرهم جزيل الشكر على الحضور ديالهم. كنشكروا اللجنه المنظمه اول دوري ديال قدماء برشيفا، معكم مصطفى براق، مسجل باسم فريق شباب مصطفى براق، شاركنا في هذا الدوري هذا. كنشكروا اللجنه المنظمه، محمد الحميتي، العايل الزهره، عمر سلمون، عبد الرحمن العمراني. كنشكروا هاد الناس ديال منطقه برشيفه اللي دائما كيكونوا في مستوى بالتشجيع ديالهم، بالنضال ديالهم، بالوقفه ديالهم للحي ديالهم، المنطقه ديالهم. وكنشكروا الفرق اللي جاوا خارج من منطقه ديال برشيفه، بني مكاده، الرجاء بني مكاده، الوداد بني مكاده، شباب بن ديبان، الاطلس العزيفات. وكنشكروا الناس اللي دعموا هذا الدوري هذا، لا من بعيد ولا من قريب. فهاد البطوله هذه الحمد لله جينا وتلاقينا الاحباب ديالنا والاصدقاء اللي قدامين اللي في منطقه برشيفه، قدماء ديال برشيفه كاملين، وقدماء خارج برشيفه، من بني مكاده، من تشار بن ديبان، من العوامه، من مرس، من اشناد. الحمد لله كان واحد عرس رياضي، واحد جو رياضي اللي كيحيي بهاد المنطقه ومنطقه بني مكاده ككل. معكم في الطالبي احمد، رئيس جمعيه قدماء لاعبي شباب بن ديبان. كنشرف بهاد البادره هذه، كان هاد البادره زعما اللي عملوها في هاد المنطقه هذه، يعني بادره طيبه، وكنت كنتمناها، وكنت كنتشاور مع الاخوان، بعض الاخوان ديالنا كنتشاور معاهم في هاد البادره هذه، والدق الحمد لله لبوا هاد الطلب هذا وعملوا هاد البادره هذه. وهاد الدوري هذا، الدوري ديال القدماء ديال منطقه برشيفه، اللي كنبغي نقول لهم زعما انا اللي كنبغي نقول لهم هما يعني كاين واحد الاستمراريه في هذا الدوري هذا، تجي النسخه الاولى والثانيه والثالثه، لان هذه المنطقه تقريبا ترعرعنا فيها هنايا، لعبنا كره فيها، وكنشوف الاخوان ديالنا اللي لعبوا كره قدامين معنا، كنشوفهم بحال اللي انتصروا واحد شويه، فهمتي؟ وهاد الاخوان اللي عملوا هذه البادره هذه كان هذوك الشكر ديالهم. محمد الحرابي، عبد الرحمن العمراني، وكذلك والسيد عمر سلمون. تلعب الكره في محاوله انطلاقه، هنا تصويبه قويه لكن الحارس الذي يتمكن في هذه اللحظه. شباب الحرمات الذي ما زال يحيي بشجر الجراب، ان يتمكن من وصول الشباب الخصم. ارجو ان تلقى الرمال بما يجري من مسيرها منذ المراوغه لعبه القرعه. شبابي بن ديبان، الكره على لاعب رقم 11، الذي
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.